أوف. الله يمشي هالرحلة على خير. ريحة الباص مقرفة، أحسن لي أستقيل من الشغل وأقعد في البيت بدل من بهدلة المواصلات. ما صدقت أوصل من سواقتك. شو بفهمكم بفن السواقة؟ من كل عقلكم لسه شركتكم بتعقم الباصات؟ تعقيم شو؟ هو ظل في كورونا. إحنا أهم إشي بشركتنا تقديم خدمة مريحة للركاب بتوفير وسيلة نقل حديثة ونظيفة وآمنة، وبنعقم الباصات بشكل يومي، وكمان بنوفر أدوات الحماية الشخصية للسواقين، وبنفحصهم وبنفحص الركاب بجهاز قياس الحرارة الضوئي، وحطينا المعقمات على أبواب الباصات عشان نضمن سلامتهم، وملزمين الجميع بلبس الكمامة طول فترة الرحلة. ول عشو كل هالمصاريف؟ بكفيش إنه ممنوع نعبي الباص فل؟ هذا الوضع الطبيعي بهيك ظروف، وهذا واجبنا، لأنه التباعد الجسدي بين الركاب من أهم إجراءات السلامة، وغير هيك ملتزمين بشركتنا بمواعيد التحميل والتنزيل من المحطات، وبيقدر الباص يحمل ركاب من المحطات الثانية وما بتأخر عليهم. هذا شو رأيك نحط للركاب كنبيات بالمحطات ونخدم عليهم وضيافة فوقها وندلعهم ونغنجهم؟ إحنا ملتزمين أخلاقياً وإنسانياً إنه نوفر مقاعد للكبار بالعمر والحوامل والعوائل والمرضى وحتى أصحاب الاحتياجات لنضمن راحتهم وخدمتهم، وبنتعامل باحترام مع كل الركاب وبدون تمييز، وموفرين مرافق صحية منفصلة ونظيفة خاصة لرحلات المسافات الطويلة. على هالحكي الشغلة بطلت موفية، نسكر ونروح. غلطان بهالحكي، المفروض كلنا شركاء في خدمة المجتمع بتأمين مواصلات مريحة ومناسبة.